يسمون أنفسهم فرسان المعبد. مدربون جيدا، شرسون، لا يأخذون أسرى ولا يتركون أحياء. إنهم نذير الموت. ها هم قادمون. صلاح الدين، سيكون لطيفاً منك أن تقول لنا عما نبحث. من هنا، أنا واثق من ذلك. إنها معي، كذا وكذا. إن أردت استرجاعها، اتبع الخريطة. أولاً، من هي؟ وأية خريطة؟ حسناً. هذا الحلق كان معه رسالة، إنه لأنيسة. أنيسة؟ شيء رائع. هيا نسرع لنجدتها. أي مشكلة في ذلك؟ أنيسة، لا تقفوا هكذا كالبلهاء. هيا ساعدوني. أنيسة، بلهاء؟ هل تتحدث عننا؟ أنت على الأرجح. أيا كان خاطفها فقد هرب يا صلاح الدين. انزل حتى نفكر في خطة ما. خطة جيدة هذه المرة. صلاح الدين، لا يطيعون أبداً. بل كانت هناك مرة واحدة. لا، أظنك على حق. أعطني الخريطة. أنيسة، هذا أنا. هل أنت بخير؟ شبح، لسنا ضدك، مجرد مهمة. لا صلاح الدين ولا أنيسة، أواثق من أنه مر من هنا؟ إلى حد ما، فقراءتها صعبة. صداع نصفي من تأثير المخدر. حين التقينا آخر مرة أنقذت حياتك. طلب منا أن نأتي بك للقاء خاص. هذا كل شيء. بهرام، سيد نهابين، أنا مقيد وبلا حيلة، توقعت قدومك. اسمع، لا وقت عندي للمشاكسة يا فتى. إذا أردت تأجيلها سأعود لاحقاً. أين هي؟ اجلبوها. هذا بسببك أم بسببي؟ بل أنت بالطبع، لا تقلقي، أنا سأنقذ الموقف. لا شك في ذلك. ماذا تريد؟ أن تساعدني. إنهم نذير الموت وهم قادمون. إذن فجماعة من الفرنجة المخبولين قد أعلنت الحرب على النهابين المجانين، وما شأني أنا؟ رجال لهم زوجات وأبناء، أباء وأمهات، أيستحقون كلهم الموت؟ إذن فأنتم كلكم عائلة واحدة سعيدة من النهابين. آسف، أنا لا أتصورك في بيئة أسرية. أه؟
أرجوك. كيف حال ظهرك اليوم؟ لم يتحسن عن الأمس يا بهرام. سأرسل إليك أحدهم ببعض الأعشاب، قد تساعدك. أنت ولد طيب. حسناً، هذا من تأثير المخدر. هذه القرية كانت واحدة من 5 قرى، والآن أصبحنا وحدنا. وماذا تريدني أن أفعل؟ أحارب أعداءك بنفسي؟ لا تكن سخيفاً، سيقضون عليك تماماً. أريدك أن ترسل الخبر إلى سلطان دمشق، والدك هو أقرب محاربيه. أريده أن يرسل رجاله ليمحو فرسان المعبد عن وجه الأرض. والدي لا يستمع إلي. من أجل أصحابك أرجو أن تكون مخطئاً. أصحابك؟ ذهبتما إلى القلعة؟ تخيل، كان شركاً. أبعديه. أنا لا أحبك يا فتى. في الواقع أنا أكرهك بشدة، لكن الآن أنت الفرصة الوحيدة لنجاة قومي. فاذهب إلى والدك وعد إلي بذلك الجيش. وإن لم أفعل ستقتل أصحابي. قد لا أضطر. إن وصل فرسان المعبد إلينا سنقتل جميعا. سيدي، رسالة من رجالنا. اقترب فرسان المعبد، يبعدون مسافة نصف يوم. أخفوا الأطفال والنساء، أعدوا خيولكم، تسلحوا جميعاً، خذوا مواقعكم. كم من رجالنا هنا؟ حوالي 10 يا سيدي. ماذا؟ أين الباقي؟ في مهمات استكشاف يا سيدي، حسب أوامرك. كيف كان صباحكم إذن؟ قلت لك أنا سأنقذ الموقف. لن تنقذ أي شيء بعد. أخبرني، لما استيقظت هذا الصباح لأجد سيدة مرعبة ذات وشم عجيب تقيدني؟ أظن أن عليكن ألا تتشاجرن يا فتيات. حاول أن تكون من النوع الصامت القوي. ها نحن نهرب من بهرام مجدداً. صار هذا شيئاً مكرراً. هيا بنا. لا 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 لا، وقطعاً لا. لن تفعل ما أظن أنك ستفعل. صحيح، لأن تلك أسوأ فكرة في سجل كل الأفكار السيئة. ما الذي سيفعله؟ لو رحلنا سيذبحون. اعذرني، إذا كان مصير من قيدوني وهددوا بقتلي ليس من أولوياتي الأساسية. أنا ليس ورائي أي عمل آخر اليوم. حسناً، كونوا مجانين. أنا سأعود إلى بلدتي حيث الأمان في البعد عن القتلة المخبولين. لست أمزح، سوف أرحل وعلى الفور. أنت تريد أن تتولى قيادة قومي؟
هل فقدت عقلك يا فتى؟ هذا الفتى نسي من أمور الحرب أكثر مما ستعرفه يوماً. على الرغم من غرورك، أنت مجرد مجرم يا بهرام، لهذا يتغلب عليك دوماً. كما أن معنا دانكن جندي فرنجة سابق، يعرف كيف يفكر هؤلاء الأعداء. يمكننا إنقاذكم، تعقل. أيهما أهم، كبرياؤك أم قومك؟ خطاب قوي، بل زاد عن الحد. لا، كان جيداً. ليتني ذكرت والدك. طارق، تقدم إلى الجرف، ابعث بإشارة حين يقترب فرسان المعبد. سأفعل. عشرة رجال فقط، أولى قواعد الحرب. إن استطعت، حاول أن تفوق العدو عدداً. يقول الشيخ إنهما سيرحلان، كنت سأمنعهما لكن... يخيفك شبح؟ أجل. إلى أين أنتما ذاهبان؟ سنمضي، أنت تعرفنا، نحن قوم مسالمون. دفعت لكما ضعف أجركما عن هذا العمل، إذن أنتما تعملان عندي. كانت المهمة أن نأتي بصلاح الدين وأصحابه، تمت المهمة. دعهما يذهبان. عموماً فرسان المعبد ماهرون، لم يجرؤ أحد على مواجهتهم حتى الآن، ولهذا ستكون معركة أسطورية. كلام لطيف، لم يكن موجهاً إليك. معركة أسطورية، سنبقى. تماماً مثل أمي. لقد وجدت شيئاً. هذا جيد. لأي شيء؟ كل من هنا مرضى أو شيوخ أو أطفال، هل سترسل كل هؤلاء إلى القتال؟ بالضبط. إشارة طارق، حان الوقت. إذا لم تنجح الخطة سأقتلك بنفسي. عليك أن تحسن أسلوبك مع الناس. الفرسان نخلي الطريق لقدوم العاصفة، جئنا لننهي حياتكم البائسة. مدهش، اسمعوني، لن أكرر ما أقول. عودوا أدراجكم وارحلوا كي تعيشوا. إذا اقتربتم فلن يعيش أحدكم حتى شروق الشمس. الآن والآن ارحلوا. أخيراً شخص يستحق القتل. نجحنا، أخفناهم فهربوا. يبدو أننا تنكرنا بلا داعٍ. لم ننجح بعد، كانت دورية لمعرفة عددنا. سيعودون بقواتهم الأصلية. كم عددها؟ إذا كانوا يدعون الأعراف فثلثا رجالهم لم يظهروا بعد. 60 رجلاً بخيولهم؟ سيهاجمون قبل الفجر بقليل، ونحن في موقف ضعف. بشكل أو بآخر سينتهي الأمر في الصباح.
من وسيلة أخرى هذه ديارنا؟ لا، إنها مجرد خشب وأحجار. أشعلها. تذكروا، ما زالوا أكثر عدداً منا. لا تهدروا الطلقات. انظروا. أنت واحد منا، لست مثلكم بالمرة. فرسان شرسون حقا. أنتم في ملعب الآن. فهو لي.
انسحبوا انسحبوا. أنيسة، لا لا يمكن. وضع ثوب آخر. أنيسة. نعم صلاح الدين. أنيسة. نعم. تقفين على قدمي. آسفة، سوف أذهب إلى الآخرين. ماذا؟ أهو بهذا الغباء فعلاً؟ تعرف الآن ماذا أعاني. يا وسيم، على ماذا تقهقه؟ لم يغير هذا شيئاً. نحن نعد للعاصفة القادمة وقد وصلت بالفعل. آه.